طب والله والله انا ربنا بيحبني. ايه ده؟ هو انت هنا؟ بص يا ستي، انا في فكره بتدور في بالي بقالها فتره، وكنت خايفه ومرعوبه ان انا اعرضها عليكي، وكنت خايفه من رجب لحسن يقلب عليا بسببها، بس بعد اللي انا شفته دلوقتي اقدر اقول الفكره اللي عندي وبقلب جامد كمان. قول يا صحافه، الفكره دي فيها مصلحه؟ طبعا، ومصلحه عظيمه كمان، ومصلحه مفيش زيها، بس يا رب تعجبك وتوافقي. يبقى لازم طبعا نسمع راي الصحافه طبعا يا ريسه. افهم انت مالك، انت مال اهلك؟ هي هتقول لي انا، وبعدين ابقى اقول لك انت، بس انا لازم اقتنع الاول وانا اللي وافق. مفهوم؟ مفهوم. قول لها الخبر الحلو اللي عندك. وانا اقول لها ليه بقى؟ ما انا اقول لك انت وانت تقولي لها. ولا رجب. بهرج معاك يا ريسه. ماشي. هقول لها هقول لها. انا حجزت تذاكر الكباريه، والنهارده هنروح نتفرج على مبسوطه. قصدي الفنانه فرحه. لا معلش، انا يا ست اصيله عارفين انا من المشوار ده، انا مش هينفع اجي معاكم كده برضو. يا سلوى جرائيه صحافه، ده انا مفيش طلب طلبتيه مني وقلت لك لا، تقومي تكسفيني في اول طلب اطلبه منك، يبقى انا مش غاليه عندك بقى. لا طبعا غاليه ازاي، وانا مش هرد لك طلب اللي تشوفيه. حبيبتي استبينا، قولي لي بقى يا اختي على الفكره اللي عندك عشان عايزه افهمها. خلاص بقى هقولها لكم واحنا راجعين، جايز تبقوا مبسوطين وتوافقوا.